السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أحيانا قد نحتاج إلى إرسال بعض المعلومات أو الملفات إلى أحد الأصدقاء عن طريق شبكة الإنترنت، إلا أننا نخشى أن يقوم شخص ما بالاستيلاء على هذه الملفات، يعني والاطلاع على المعلومات التي بها، والتي غالبا تكون معلومات خصوصية أو سرية. ولهذا علينا الطريقة المثلى لحماية هذه الملفات هي تشفيرها عن طريق كلمة مرور، يعني لا يعرفها إلا صديقك الذي تود أن ترسل له الملف، والذي يقوم بدوره بفك هذا التشفير. هذا ما يمكننا منه هذا الموقع العربي الجميل، والذي سأضع الرابط الخاص به أسفل هذا الفيديو. يعني يكفي أن ندخل على هذا على الرابط الذي سأضع لكم أسفل الفيديو، ثم نقوم بالضغط على تشفير ملف، نضغط بعدها على اختيار الملف المراد تشفيره. مثلا نقوم باختيار هذا الملف، نقوم هنا بكتابة كلمة المرور التي سيبني عليها هذا الموقع عملية التشفير، والتي سنقوم بإرسالها إلى الصديق أو الشخص الذي نود أن نرسل له هذا الملف. نضغط بعدها على تشفير الملف، ثم نقوم بتحميل الملف المشفر، وبعدها نقوم بعد تحميل الملف الذي قمنا بتشفيره، نقوم بإرساله عن طريق شبكة الإنترنت، سواء بالبريد الإلكتروني أو غيره من الوسائل الكثيرة المتاحة على شبكة الإنترنت. يعني وبعد توصل الشخص الذي قمنا بإرسال الملف إليه، ما عليه إلا الدخول أيضا إلى هذا الموقع، وبعدها يقوم بالضغط هذه المرة على فك تشفير ملف، ثم يقوم باختيار الملف، يعني هو هذا الملف الذي قمنا بتشفيره، يقوم بالدخول إليه الذي سبق وأرسلناه له، ثم يقوم هنا بكتابة يعني نفس الكود الذي قمنا بالتشفير به في الأول، ثم نضغط على فك التشفير. عفوا لأني أخطأت في الرقم، ثم يضغط على فك التشفير. وكما نلاحظ هنا، يعني الموقع قام بفك تشفير الملف، ويمكن الآن يعني تحميله غير مشفر. كما نلاحظ هنا، يعني أعطينا الملف بعد أن قام فك تشفيره. أتمنى أن يروق لكم هذا الفيديو وهذا الموقع العربي الجميل، ولا تنسوا دعمنا بالضغط على اللايك لهذا الفيديو وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.